محمود كاتب العام للجامعة المغربية اتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق جهة طنجة تطوان. في البداية كان عيد مبارك سعيد للشعب المغربي ككل. من هذا المنبر كان نأكد المغاربة على أن المجهود ديالنا كنبذلوه كجامعة مغربية للناقلين فيما يخص النقل والتنقلات ديال المواطنين في هذه المناسبة. كان لقاء مع السلطات المحلية بما فيها الولاية لمراقبة الأسعار، خلية النقل بطنجة كتعني يوم الجمعة، وبما فيها رئيس مصلحة النقل سي رفيق اللي كنشكره من هذا المنبر، سيد المدير والفاعلين والمتدخلين في المجال. كانت يوم الجمعة يعني كانت دراسة مسبقة للأحداث اللي عاد تكون ربما الإكراهات اللي غنتلقاوها، والحمد لله كتمر إلا بعد الحالات الشادة من جملتهم واحد الخط كيربط طنجة تنغير اللي كانت عملنا تقرير في حقه ومازال غنتابعوا هذه القضية ان شاء الله مور العيد. وهذا اللي كنطلب من المواطنين، حنا كنتواجدوا 24 ساعه على 24 ساعه داخل المحطه، اللي عنده شي شكايه تقدم بها للاداره ديال المؤسسه، والسيد رفيق اللي كيمثل وزاره التجهيز والنقل اللي هو رئيس راه كيتواجد معنا يوميا. وكنتمناو سلامة للجميع، وسلامة هي الأهم في هذه العواشر المباركة. إذا بالنسبة للظروف السفر والحافلات كل شيء، لا الحمد لله على العموم. إلا جينا نشوفوا الإكراهات اللي كتعيشها المدينة طنجة بما فيها المرافق الصناعية اللي ولات طنجة هي قاطرة التنمية في المغرب، كانت على ان النسبه ديال الثمانينات والتسعينات اللي توجد فيها المحطه الطرقيه ماشي هي الحاليه. اذا كاين اكراهات كبيره، وكل من موقعه كيعمل المسؤوليه على الجميع، وكل واحد يد وحده ما كتصفق شيء، وحنا يد في يد باش نسعدوا هاد الناس اللي عايشوا. هذا هو الاهم.